معرض تحت عنوان صدأ للفنان التشكيلي الأردني هاني حوراني يجسد بقايا ذكريات وجماليات متجددة للتأمل في تحولات المواد والأشياء التي حولنا. عرضت اللوحات في مركز رؤى 32 للفنون. الجمال ممكن البحث عنه في أي مكان، حتى في الأماكن والأشياء التي تعتبر مبتذلة أو مستهلكة أو أقرب إلى الأشياء اللي يعني تتعامل معها بإهمال عادة. وتستحضر أعمال الفنان تاريخ الأشياء والمواد وتتعامل معها باعتبارها كائنات حية تتمتع بذاكرة مستقلة وحاضرة في الأذهان. إنها ليست كما تبدو مجرد أشياء متقادمة مستهلكة عديمة القيمة، وهي بالأحرى أشياء ما تزال تمتلك حياتها الخاصة وبقايا ذكريات وجماليات متجددة. هذه اللوحات التي إلى جانبي، هذه اقتبست من سطوح القوارب الخشبية في منطقة الخليج العربي وأيضا في ميناء العقبة في الأردن. تتبعت تأثيرات أولا التلوين البدائي لهذه القوارب وكثرة الألوان وانعكاسات البيئة، الشمس والأملاح وعامل الزمن على هذه القوارب، واستنبطت منها مجموعة من اللوحات التي تظهر أن الجمالية فيها جمالية وفيها حداثة رغم أنها لوحات واقعية. وتلقى الفنان التشكيلي الأردني هاني حوراني دورات عديدة بالتصوير الفوتوغرافي في بيروت وموسكو في منتصف السبعينيات، ومارس خلال السبعينيات والثمانينيات العمل الصحفي والكتابة النقدية في الصحف اللبنانية والعربية. إلى جانب ذلك يوجد للفنان التشكيلي هاني حوراني معرض ثابت في جاليري رؤى 32 للفنون مختص باللوحات الفوتوغرافية. أيمن الحمود، رؤية.